بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الكارديو فيسكولار باثولوجي، وأول محاضرة عندنا هي الروماتيك فيفر، الحمى الروماتيزمية. دي المواضيع اللي هنتكلم عليها في المحاضرة دي. هنقول الديفينيشن الروماتيك فيفر، الايتيولوجي، الباثوجينيسيس بيحصل ازاي، الروماتيك فيفر دي هل ليها فيزز، وايه هو الباثولوجي، ودي اهم نقطة في المحاضرة بتاعتنا، بيأثر على الهارت والاكسترا كاردياك سيستمز، ازاي نشخصها، وايه المصير وايه المضاعفات بتاعت ايه الروماتيك فيفر، وشكل العيان عامل ازاي، وبيحصل في مين. اسئلة كتيرة هنجاوب عليها في المحاضرة دي بإذن الله. What is the definition of rheumatic fever؟ ايه هو الروماتيك فيفر؟ الروماتيك فيفر دي it is an autoimmune disease. autoimmune disease بيحصل في مين؟ بيحصل في الأطفال. ونبص على الصورة هنا هنلاقي طفل صغير سنه من 5 ل 15 سنة، بيحصل في الجيرلز أكتر من البويز. والروماتيك فيفر دي بتأثر على الهارت وبتأثر على الإكسترا كاردياك تيشو، زي ما احنا شايفين في الصورة دي. هذا طفل نايم عنده سخونية، الهارت متأثر، واكسترا كاردياك تيشو زي البون وزي السكن، زي ما هنقول كمان شوية. طيب what is the pathogenesis of rheumatic fever؟ يعني بتحصل ازاي، ايه الميكانيزم of rheumatic fever؟ القصة كلها بتبدأ من منطقة الثروت، منطقة الحلق دي بيحصل فيها infection. الانفكشن ده سببه organism، الاورجانيزم المتهم ده هو الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، ده هو المتهم، بيروح يعمل upper respiratory tract infection زي pharyngitis او tonsillitis. تمام كده. طيب العيان ده بالجسم بيطلع antibodies، الانتيبوديز دي بتقعد في الجسم، وبعد اسبوعين لتلات اسابيع العيان ده او الطفل ده ما اتعالجش او ما خدش علاج، بيبدأ الانتيبوديز دي تهاجم الجسم في صورة انها بتهاجم الهارت بكل اللايرز بتاعته، وبتهاجم اماكن تانية غير الهارت. لما الهارت يحصل له اتاك يحصل روماتيك هارت ديزيز، يعني روماتيزم على القلب زي ما بنسمع. طيب ايه الروماتيك فيفر دي سببها ايه؟ الروماتيك فيفر احنا قلنا ان هي تز ان اوتو اميون ديزيز، يعني مشكلة سببها جهاز المناعة. طيب ليه وازاي الاوتو، ان هي بيبقى اوتو اميون ديزيز؟ اوتو اميون ديزيز علشان ان المرض ده بيحصل بعد ستريبتوكوكال انفكشن، يعني واحد حصل له ستريبتوكوكال انفكشن وعمل له سور ثروت، يعني التهاب في الحلق في طفله صغيره، وصحي منه او عدى عليه فتره طويله وبدا يظهر الروماتيك فيفر، فهي بوست ستريبتوكوكال بعده. ان كمان الميكانيزم اوف ليجن ان ذا هارت، احنا قلنا الروماتيك فيفر بيضرب الهارت وبيضرب اماكن تانية، الهارت والجوينت والاذر تيشو، مش نتيجة الدايركت انفكشن بالاورجانيزم، يعني مش الاورجانيزم اللي هو الستريبتوكوكس ده هو اللي بيدخل الجسم وهو اللي بيروح يعمل اتاك للهارت، لا ده نتيجة ان الاميون سيستم حصل له ستيموليشن فبدأ يحصل المرض. ليه برضو؟ علشان ان قلنا اوتو اميون، علشان الروماتيك فيفر علشان تحصل بتكون اجسام مضاده ذاتيه اسمها الاوتو انتيبوديز ضد البكتيريا، فبتهاجم البكتيريا وبتهاجم الجسم. طيب جهاز المناعه لما بينشط بيتحرك باكتر من طريقه، او النظريه المشهوره هي الكروس رياكتيفيتي، هنتكلم عليها في السلايدز الجايه. طب ليه الجهاز المناعه دخل في الطريق؟ ليه؟ علشان الستريبتوكوكس دي عليها حتة بروتين كده اسمها الام بروتين. الام بروتين اللي موجود على الهدوم بتاعة الستريبتوكوكس في منها شبهها بالظبط موجود في الجسم بتاعنا على الاكتين والاكتين والمايسين والكراتينين واللامينين. فلما الستريبتوكوكس دي بتهاجم الجسم، الجسم بيطلع يطلع انتيبوديز، الانتيبوديز دي بتهاجم الستريبتوكوكس، فيلاقي ان الجسم بتاعنا عليه حاجات شبه مين الستريبتوكوكس، فيهاجمهم الاثنين، دي اسمها الكروس رياكتيفيتي.
طيب لو كمان ان الروماتيك فيفر في بعض العوامل مشتركة في حدوث الروماتيك فيفر زي هيريديتري، عوامل وراثية، في لو سوشيو ايكونوميك ستيت اند اوفر كراودنج، الناس اللي هم ضايعين وفي اماكن يعني متدنية وفي اماكن الزحام بيحصل ان الروماتيك فيفر بتنشط. فلما اجي اسالك واسالك يا دكتورة ليه بقول على الروماتيك فيفر ده هو عبارة عن اوتو اميون ديزيز مش اي حاجة تانية، علشان هو بيبقى سببه ان في اوتو اميون انتيبوديز، وان هو بيحصل مش بالدايركت انفكشن لكن عن طريق ستيموليشن اوف ذا اميون سيستم في صورة كروس رياكتيفيتي. طب كل ده ليه؟ علشان الجسم عندنا البكتيريا عندها ام بروتين، وجسمنا الهارت والاكسترا كارديك تيشو عندها ام بروتين، وفي عوامل تانية مشتركة في الاتيولوجي اوف روماتيك فيفر. طيب علشان نفسر بقى ازاي الروماتيك فيفر بتحصل، عندنا ثلاث نظريات علشان تفسر ازاي جهاز المناعة بينشط وبيهاجم الجسم بتاعنا في صورة ثلاث نظريات. النظرية الأولى اسمها كروس رياكتيفيتي، النظرية الثانية اسمها هايبر سنسيتيفيتي، النظرية الثالثة اسمها الالترد انتيجينستي. يعني ايه الكلام ده؟ كروس دي معناها صليب، ورياكتيفيتي دي معناها نشاط. يعني المفروض ان الستريبتوكوكس دخلت الجسم فالجهاز المناعي هيهاجمها، بس فجهاز المناعه هو بيهاجمها لقى نفس الهدوم بتاعت الستريبتوكوكس موجوده على الهارت والجوينت، فبقى يهاجمهم الاثنين، ومن هنا سموها الكروس رياكتيفيتي. ليه؟ علشان الانتي بوديز ويتش ار فورمد اجينست الستريبتوكوكس انتيجين ان روماتيك فيفر رياكت وذ نورمال هيومن تيشو اند اتاك ات. يعني جهاز المناعه بيهاجم الاثنين في نفس الوقت عن طريق الاجسام المضاده اللي اتكونت دي. طيب الهايبر سنسيتيفيتي، يعني في بعض الناس بتقول ان هي الموست اكسبتد ثيوري، وفي بعض الكتب والتكست بوكس بتقول ان الكروس رياكتيفيتي هي الموست اكسبتد ثيوري. طيب يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ يعني حساسيه. الهايبر سنسيتيفيتي دي معناها اكزاجيريتد ريسبونس اوف اميون سيستم. تمام. الهايبر سنسيتيفيتي ده بتحصل منين؟ ان في احنا قلنا على الهدوم بتاعه البكتيريا دي ام بروتين، الام بروتين ده في شبهه بالظبط موجود في الهارت وموجود في البون وموجود في اذر تيشوز. فواحد او طفله صغيره حصل لها فرنجيتس او تونسلايتس وصحيت منها، عد عليها 3 اسابيع، فالجسم كان كون اجسام مضاده اللي هي الانتي ستريبتولايسين او دي، هاجمت البكتيريا وتخلصت منها. فبعد من اسبوعين لثلاثه بدات تهاجم الجسم نفسه، فدي سميناها ان هي هايبر سنسيتيفيتي. يبقى الفرق بين الكروس رياكتيفيتي والهايبر سنسيتيفيتي ايه؟ ان الكروس رياكتيفيتي ات ذا سيم تايم، لكن الهايبر سنسيتيفيتي بعد من اسبوعين ل3 اسابيع، ما بيحصلوش في نفس الايه الوقت. طيب altered antigenicity يعني ايه؟ يعني ان البكتيريا لما تهاجم الجسم بتاعنا هتروح تغير شكله، فلما تغير شكله دي اسمها altered antigenicity. المفروض ان جهاز المناعه متعرف على الجسم كله وعارف شكل كل حته في الجسم. طيب لما حته تتغير فالجسم كده بيعتبرها انمي، عدو ليه، فبيبدا يهاجمها بالانتي ستريبتولايسين او تتر. دول 3 نظريات اتحطوا علشان نفسر الروماتيك فيفر، الجهاز المناعه بينشط ازاي، وقلنا ان كل الدنيا بتقول ان الكروس رياكتيفيتي هي الموست اكسبتد ثيوري، وفي بعض الناس بتقول ان الهايبر سنسيتيفيتي هي الموست اكسبتد ايه ثيوري. طيب ندخل بقى في الكلام المهم، الفيزز اوف روماتيك فيفر. الروماتيك فيفر دي ممكن يجي اكيوت ممكن يجي كرونيك. يعني ايه اكيوت؟ يعني حاد يحصل في فتره زمنيه قليله جدا، لكن الكرونيك ده على مدار سنين 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 وشهور. طيب الاكيوت فيز ده بيأثر على الهارت والاكسترا كاردياك سايتس. يعني العيان او الطفل الصغير ده بيبقى عنده روماتيك فيفر، بيبقى في كاردايتس يعني التهابات ومشاكل في القلب، هنقولها في السلايدز الجايه، وفي وجع في المفاصل، وفي كلاكيع طالعه في جسمه، ممكن يتحرك حركات لا اراديه. تمام اهو البرين حركات لا اراديه، في كلاكيع على الجسم والجسم فيه حتت حمراء هنقولها، وجع في المفاصل والهارت. طيب الكرونيك فيز على فترات طويله خالص بيبقى الهارت هو اللي افكتد. بس نستفيد من الكلام ده ايه؟ معلومتين. المعلومة الاولى ان الهارت لازم يكون افكتد في الروماتيك فيفر، يعني مفيش روماتيك فيفر من غير الهارت ما يكون متأثر.
تمام. المعلومة التانية، نظرا لأهمية الروماتيك فيفر على الهارت، كانت التقسيمة كاردياك اند اكسترا كاردياك سايت. معلومة كمان، ان لو عيان او طفل صغير لقيت عنده وجع في المفاصل، ولقيت عنده كلاكيع في جسمه، ولقيت عنده في كارديتس، العيان ده يبقى اكيوت ولا كرونيك؟ يبقى اكيوت فيز اوف روماتيك فيفر. طيب الاكيوت فيز ده بيبقى ليه باثولوجي معين، والكرونيك فيز بيبقى ليه باثولوجي معين. ندخل على الباثولوجي. الباثولوجي اوف روماتيك فيفر، يعني احنا اتفقنا اتفاق ان الروماتيك فيفر يا دكاترة بيأثر على الهارت، فبيعمل كاردياك ليجنز اللي بنسميها روماتيك هارت ديزيز، وده الاختصار بتاعها، وبيعمل اكسترا كاردياك مانيفستيشنز، ودي هنقولها في اخر المحاضرة. من المهم الكاردياك ليجن، ودي اللي هتاخد تلتين المحاضرة ان شاء الله، تمام. طيب الكاردياك ليجنز دي بتأثر على الهارت. طيب الهارت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 طبقات. الطبقة اللي بره دي اسمها البريكاردايتس، هيبدأ يأثر عليها. الطبقة دي اسمها المايوكاردايتس اللي هي دي، بعد كده الاندوكاردايتس اللي هي صورة الفالفز دي او الفالف ده، والحتة دي اسمها الميورال بارت، الجدارية، تمام. طيب تعالى بقى ناخد الايه، الكاردياك ليجنز. بس قبل ما ندخل على الباثولوجي بقى نتكلم فيه بالتفصيل، في واحد اسمه ويليام بويد قال ان الروماتيزم ليكس ذا جاينت بات بايتس ذا هول هارت. يعني المعلومة دي عايزها تتبروز في دماغك يا دكتور ويا دكتورة. ليه بقى؟ لان المعلومة دي بتقول ان تأثير الروماتيك فيفر على الهارت اكتر من تأثيره على الجوينت، وعشان كده مشبه ان الروماتيك فيفر دي بتعض القلب لكن بتلحق او بتلحس الايه، المفاصل، يعني تأثيرها على المفاصل ايه، اقل. هنبدأ دلوقتي بالكاردياك ليجنز. طيب احنا اتفقنا ان الهارت ده عبارة عن 3 طبقات، الطبقة الاولى اللي هي البريكارديوم، والطبقة اللي في النص اسمها المايوكارديوم، والطبقة اللي جوه اسمها الاندوكارديوم. طيب الروماتيك فيفر بيعمل ايه في الهارت؟ بيعمل بان كارديتس، كلمة بان يعني اول، وكارد دي الهارت، وايتس دي انفلاميشن. بيحصل انفولفمنت اوف ذا interstitial tissue of all three layers of the heart. طيب لقوا ان الروماتيك فيفر لما تعمل بانكارديتس بلاقي الهارت فيه حاجة كده مميزة جدا اسمها الاشوف نديول او الاشوف بادي، ودي ذا باثوجنومونيك فيتشر، يعني لقيتها في القلب يبقى العيان ده عنده روماتيك فيفر او روماتيك هارت ديزيز. طيب هناخد بقى طبقات الهارت طبقة طبقة. الطبقة الاولى اللي هي البريكارديوم بيحصل فيها روماتيك بريكارديتس، ده ممكن يكون اكيوت وممكن يكون كرونيك. لما البريكارديوم ده واحد من السيرا الساك، والسيرا الساكس دول 3، البريكارديوم والبريتونيوم والبلورا، خلاص الثلاثة دول ممكن يحصل فيهم انفلاميشن او باثولوجي. الانفلاميشن لما يحصل في السيرا الساك ده بيبقى غالبا نون سابيوراتيف انفلاميشن، نوعه سيرو فايبرينس. طيب البريكارديوم ده عبارة عن طبقتين، طبقة حضن القلب دي اسمها الفيسرال لير، وطبقة البرة اسمها البارايتال لير، وبينهم ايه، البريكارديال ساك. طيب البريكارديوم ده وظيفته ان هو بيبروتكت الهارت وبيدي مساحة للهارت في الموتيليتي، خلاص كده. طيب لما بيحصل في انفلاميشن بيبقى اسمه بري كاردايتس، تمام. طيب البريكارديتس ده لما ابص عليه بعناية بلاقي ان الفيسرال والبارايتال لير هايبريميك وسولن واديمتس، وبلاقي الكافيتي اللي هو البريكارديال ساك ده فيه شويه سيراس فلويد وفيه فايبرين، والفايبرين ده نفس اللون ده. اول واحد شاف المنظر ده سماه بريد اند باتر ابيرانس، كانه بالظبط جايب طبقتين القلب دول بيعمل سندوتش زبده، رغيف عيش كده وحاطط بينهم زبده، فاداني المنظر ده فسماه بريد اند باتر ابيرانس.
طب لما ياخد عينه من الـ من الـ من الاكيوت روماتيك بريكارديتس وابص عليها هلاقي السيروزال سيل شدد وهايبريميك وسوولن، والسب سيروزال فيها الاكيوت انفلاماتوري سيل وفيها الفايبرين مودايليتد كابيلاريز وهلاقي فيها الاشوف بادز. طيب مع طول الوقت الاكيوت بريكارديتس هيتحول لكرونيك روماتيك بريكارديتس. طيب البريكارديتس ده كرونيك انفلاميشن، واي كرونيك انفلاميشن في الدنيا قلنا ان هو ايكوال فايبروزس، فالطبقتين هيلزقوا ببعض فيعمل ادهيزيف بريكارديتس، هيلزقوا على بعض جامد خلاص، فالهارت هيبقى ريستريكتيف. ومش بس البريكارديوم هيلزق في نفسه، ده هيلزق التو لانجز في بعضها لما يبقى سيفير. فلما ابص على البريكارديوم هلاقيه فايبروز، الاشوف بادز فايبروز، وهلاقي لونه عباره عن وايت تيشو خلاص. علشان كده اول واحد شافها قال لك ايه ده الهارت من بره عليه نقط بيضه خلاص، اللي هي الميلك سبوتس. ومن هنا نقدر نقول ان الروماتيك بيريكارديتس عباره عن سندوتش زبده وكوبايه لبن، اللي هو لما تيجي تفطر الصبح كده افتكر الاكيوت روماتيك بيريكارديتس. طيب الاكيوت روماتيك بيريكارديتس ده منظر البريد اند باتر بيريكارديتس، ادي سندوتش الزبده اهوت خلاص، وده التو لايرز، اما دول الاثنين دي الاكيوت روماتيك بيريكارديتس ودي الكرونيك اهوت، ادي الهارت اهو عليه نقط بيضاء كده، فقلنا عليها ان هي ميلك سبوتس. ده اسمه ايه؟ ده ليه الروماتيك بيريكارديتس سواء كان اكيوت او كرونيك. احنا واخدين الهارت من بره يا دكاتره، فهقول الروماتيك بيريكارديتس، بعد كده الروماتيك مايوكارديتس. احنا عارفين ان المايوكارديوم ده شكل الايه، المايوكارديوم الكاردياك ماسل. طيب الروماتيك فيفر لما يجي ياثر على المايوكارديوم يعمل مايوكارديتس. طيب المايوكارديتس ده يحصل فين في القلب؟ يحصل في الليفت سايد اوف ذا هارت. وهقف هنا واقول يا دكاتره اي باثولوجي هتكلم عليه في السي في اس اقول مكانه فين، يبقى في النص الشمال من القلب خلاص، يبقى القلب شمال، القلب ايه شمال. طيب يبقى الروماتيك مايوكارديتس يحصل فين اكتر؟ في الليفت سايد اوف ذا هارت والانترفنتريكولار سيبتم. طيب المايوكارديتس دي له علامه مميزه، يعني لو خدت عينه من المايوكارديوم دي وبصيت عليها بعينيه كده هلاقي فيها الاشوف بادز، والاشوف بادز دي لازم الاقيها في المايوكارديوم في اي عيان روماتيك فيه. ده شكل مين الاشوف بوديز، وتعالوا نبص عليها اكتر ونشرحها بالتفصيل. دي صوره للايه الاشوف بوديز، دي الاشوف بوديز اللي في النص دي، واللي حواليها دي المايوكارديوم. ده شكل توضيحي كده، بنقول ان الاشوف بوديز دي بتتكون من جزئين، الجزء الاول السنترال بارت ده فايبرونايد كولاجين نكروزس، والبريفرال بارت ده عباره عن سيلز وفيه ارتري بيبقى دايما جنب الايه الاشوف بادز، ده فايبرونايد نكروزس السنترال بارت. اما البريفرال بارت ده هو عباره عن فيه نوعين من الخلايا، النوع الاول اسمه الاشوف جاينت سيلز، دي خلايا كبيره عملاقه تمام. النوع الثاني انتشكو سيلز، دي عباره عن هيستوسايت او الماكروفيج اوف ذا هارت، ببص على النيوكليوس الخليه دي بلاقي فيها نيوكليوس، النيوكليوس بتاعتها هنشوف شكلها كمان شويه، يا اما تبقى شبه دوت الاز يا اما تبقى شبه عينين البومه. طيب يبقى بلاقي الاشوف جاينت سيلز اللي هي دي، وبلاقي الانتشكو سيلز او الكاردياك هيستوسايت، وبلاقي البلازما سيل والليمفوسايت. ودايما لازم الاقي مع الاشوف بادز جنبها شريان كده، ده اسمه ايه، بتبقى دايما بري فاسكولار ستراكشر او بارا فاسكولار ستراكشر علشان الام سي كيو. طيب دي الاشوف بادز، هسال سؤال، الاشوف بادز بتبقى موجوده فين يا دكاتره؟ برافو، بتبقى موجوده في الليفت سايد اوف ذا هارت، دي باثولوجي، اي باثولوجي بيبقى موجود في الليفت سايد. فين في الليفت سايد؟ في الانترستيشن بتاع المايوكارديوم، ممكن الاقيها في الاندوكارديوم والبريكارديوم، ايوه ممكن الاقيها، وممكن الاقيها في الادفنتيشيا بتاعت الاورطه، ايوه ممكن الاقيها. طب الاشوف بادز دي بعناية عامله ازاي؟ بص بيقول لك هاردلي تو بي سين جروسلي، يعني المايوكارديوم هيبقى شكله بعناية طبيعي، عشان كده السلايدز اللي فاتت ما جبتلكش ايه
شكل المايكارديوم جبتلك يا دكتورة عينة تحت الميكروسكوب، فهو عبارة عن مالتيبل، يعني بتبقى كتير، تايني يعني صغيرة قوي، من 1 ل 2 ملي، ولونها جريش، ممكن تاخد شكل فيوزي فورم او سفيرويدال. تحت الميكروسكوب زي ما شرحنا في سنترال بارت اللي هو الفايبرويد نكروزز، في السيلولار زي ما شرحنا، وفي الارتري. تمام. طيب الاشوف فازز دي كلينيكالي ايه؟ بالاكيوت انا ما بشوفهاش، ما بتعملش حاجه. في الكرونيك بتعمل ايه؟ فايبروزز، بس ده ما بيأثرش على الكفاءه بتاعت المايوكارديوم. ده برضو الاشوف فازز ده شكل ليها، ده دي الاشوف فازز في النص كده، ودي الجاينت سيلز اللي هي الانيتشكو جاينت سيلز، دي الاشوف جاينت سيلز دي، وفي الانيتشكو دي اللي هي دي اهو، شايف فيها نيوكليس زي دوت الاس كده، وفي نيوكليس تانية زي الاول اي اي دي، عبارة اهوت شكلها الكاتربيلر لايك نيوكلياي، شبه دوت الاس كده، هم 44 يعني، ودي الاول اي نيوكلياي، دي الكروس سكشنال لما اخد فيها مقطع، يعني دي هي بالطول وتبقى كده، لما اخد فيها مقطع بالعرض بتبان الاول اي، وهقف هنا الاول اي نيوكلياي دي هلاقيها هناك في الهوتشكين لمفوما باذن الله. طيب خدنا كده الروماتيك بيريكارديتس والروماتيك مايوكارديتس، وخلينا في الروماتيك اندوكارديتس. ده الهارت من جوه، انا فاتحه كده، الهارت من جوه ده اسمه اندوكارديوم، والاندوكارديوم ده عباره عن جزئين، جزء فالفولر يعني صمام، وجزء ايه؟ ميورال بارت. فالروماتيك اندوكارديتس هيحصل ميورال اندوكارديتس اهي، وفالفولار اندوكارديتس. طيب يحصل فين اكتر؟ في الليفت سايد اوف ذا هارت، القلب ايه؟ برافو، القلب شمال. طيب الميورال اندوكارديتس في منه اكيوت وفي منه كرونيك روماتيك ميورال اندوكارديتس. الاكيوت ده بيحصل فين؟ ميورال يعني جداري، يعني بتكلم على الحته دي والحته دي، ماليش دعوه بالصمام خالص. طيب الميورال اندوكارديتس يحصل فين اكتر؟ في الليفت سايد اوف ذا هارت. فين في الليفت سايد اوف ذا هارت؟ في البوستي، ده الليفت اتريوم اهو، في البوستيرور وول اوف ذا ليفت اتريوم، تمام، جاست اباف الميترال فالف. خلاص بتلاقي حته كده يحصل فيها انفلاميشن، دي اسمها اكيوت ميورال، اكيوت روماتيك ميورال اندوكارديتس، تمام كده. طيب لما يحصل بقى كرونيك، الحته دي تهيل بفايبروزز وتديني حته بيضه وايت باتش ان ذا بوستيرور بارت اوف ذا ليفت اتريوم جاست اباف المايترال فالف، دي اسمها الماكالمز باتش. الماكالمز ايه باتش؟ اللي هي الصوره دي. هيجي لك سؤال، وهيجي لك سؤال يا دكتوره، ايه هي الماكالمز باتش؟ عباره عن كرونيك روماتيك ميورال اندوكاردايتس بتحصل في الوول. طب الحته دي مش ممكن يحصل عليها ثرومبس؟ والثرومبس دي تمشي وتخش الدم؟ ايوه طبعا. طيب تعالى بقى لاهم حته في المحاضره، الفالفولار اندوكاردايتس، يعني الاندوكارديوم. هتكلم على الصمامات، واحنا عارفين ان الصمامات في القلب في الميترال وفي الترايكاسبيد وفي الاورتيك وفي البالمونري. طيب الفالفولار اندوكارديتس هيعمل فيجيتيشنز، يعني جلطات او فيروكي، دي عباره عن سترايل فالفولار ثرومباي. طيب الفالفولار اندوكارديتس ده في منه اكيوت وفي منه كرونيك، الاكيوت روماتيك فالفولار اندوكارديتس والكرونيك روماتيك روماتيك فالفولار اندوكارديتس. هنبدا بالاكيوت، انا دلوقتي كنت بتكلم على الروماتيك هارت ديزيز بتعمل بانكارديتس، خدت البريكارديوم من بره، بعد كده المايوكارديوم، بعد كده الاندوكارديوم، والاندوكارديوم قلت ان هو فيه منه ميورال بارت في منه فالفولار بارت، انا بتكلم على الاكيوت روماتيك فالفولار اندوكارديتس. احنا عارفين ان الصمامات عباره عن كاسبس، يعني ايه؟ شفايف كده زي البيبان، هيحصل فيها البيبان دي بتقفل وتفتح، هتتنفخ وتبدا اديمه مورمه، تمام، وهيطلع فيها شويه انفلاماتوري سيلز نتيجه الايه؟ الايتس دي. طيب الصمامات دي لما تقفل وتفتح هيحصل فيها انفلاميشن، فتيجي تقفل وتفتح، تقفل وتفتح، فتخبط في بعضها، فلما تخبط في بعضها تتعور، ولما تتعور يتكون عليها جلطة، الجلطة دي اسمها ايه؟ فيجيتيشن، تمام؟ اسمها فيجيتيشن. الروماتيك فيجيتيشنز دي لها مواصفات، او هقول بطريقة اوضح يا دكاترة،
ان اي فيجيتيشن هناخدها لازم اوصف اقول مكانها فين وشكلها عامل ازاي بعيني وتحت الميكروسكوب ازاي. هو طب هنا في سؤال تاني، طب يا دكتور هو في فيجيتيشنز تانية غير الروماتيك؟ ايوه في فيجيتيشنز تانية هناخدها في المحاضرات الجاية بإذن الله. طيب الروماتيك فيجيتيشنز دي هي اللي انا شايفها قدامنا، دي عبارة عن الاكيوت فيز، مالها؟ بتحصل at the line of contact between the cusps، يعني الكسب هو بيقفل ويفتح في المكان ده اهو، ادي الكسب اهو، بس بتسيب حوالي 2 ل 3 مللي اللي السهم ماشي عليه كده، تمام. طيب كل صمام له سطحين، سطح الفوق وسطح التحت. مش انا قلت ان الصمام ده يعني مثلا الميترال بيربط بين الاتريوم والفنتريكل، فوشه من فوق ده اسمه الاتريال سيرفيس ووشه من تحت اسمه الفنتريكولار سيرفيس، خلاص كده. والصمام دايما بيفتح في اتجاه الدم، يعني الدم نازل من الاتريوم للفنتريكل فبيفتح لتحت. فالروماتيك فيجيتيشنز دي بتبقى عند اللاين اوف كونتاكت بتوين الكاسبس with the direction of blood flow، يعني لو قلت الميترال لما يحصل فيه روماتيك اندوكاردايتس هيبقى فين اكتر، على الاتريال سيرفيس ولا الفنتريكولار؟ على الايه؟ الاتريال سيرفيس. لكن لما اجي على الاورطه هقول على الفنتريكولار سيرفيس. طيب بعناية كده، انا شايف ان هي عباره عن مالتيبل كتير اهي، سمول صغيره من 1 ل 3 مللي، لونها جريشن كلر ولازقه فيرملي ادهرنت، وحطوا تحت الكلمه دي 100 خط. ليه؟ لان فيرملي ادهرنت دي لازقه يعني مش هتطلع، ولما تطلع نوت ديتاتشابل. ويعني ايه نوت ديتاتشابل؟ يعني مش هتتحرك مع الدم. ويعني ايه مش هتتحرك مع الدم؟ كانت بروديوس امبولاي، مش هتعمل جلطات او سدادات، مش هتعمل امبولس. لما اخد منها عينه وابص عليها تحت الميكروسكوب، احنا قلنا هي عباره عن ثرومبس، هي عباره عن بليتلت وفايبرين وار بي سيز. طب هل هي ستيرايل يعني فيها بكتيريا ولا لا؟ هي ما فيهاش بكتيريا، علشان لما اجي اقول البكتيريا الاندوكاردايتس لما تعمل فيجيتيشن. نيجي بقى لما الاكيوت روماتيك اندوكاردايتس دي يحصل لها هيلينج، فكل اللي انت شايفه ده في الصورة هيحصل له فايبروزز، فالصمام يبدأ يحصل فيه مشاكل، ايه اهو فايبروزز، فيبدأ يحصل فيه ديفورميتي. طيب الروماتيك فيفر بتحب مين؟ النص اليمين من القلب ولا الشمال؟ الشمال. طيب الشمال ده فيه المايترال فالف وفيه الاورتيك فالف، تحب مين اكتر؟ تحب المايترال فالف اكتر من الاورتيك، وتعمل ديفورميتي. ده الميترال فالف دي اهوت بقى فيه ستينوزس، وده الاورتيك فالف لما بدا يحصل فيه ستينوزس. ستينوزس يعني ضيق، يعني بدل ما كنت بدخل من 10 سم الدم بيدخل من 2 سم، تمام. طيب ممكن يعمل مايترال ستينوزس يضيقه، او يعمل فيه مايترال ريجيرج او انكومبتنس يخليه موارب، او يعمل الاثنين. اشهر باثولوجي في المايترال فالف هو الدبل مايترال فالف ليجن، الاثنين مع بعض، تمام. طيب الروماتيك فيفر بقى، الصوره دي مهمه جدا جدا، ان الروماتيك فيفر بيبدا من الايه؟ من البق او من الحلق، بيعمل كاردايتس وبيأثر على الاكسترا كاردياك ايه تشو. طيب ومن هنا هندخل على الاكسترا كاردياك سايتس اوف روماتيك فيفر. الروماتيك فيفر بعد ما بيضرب القلب بيضرب اماكن تانية في الجسم. واحد الجوينت، المفاصل، بيعمل فيها ايه؟ ارثرايتس، التهاب في المفاصل. طيب الارثرايتس ده بولي، يعني بياخد اكتر من جوينت، تمام. الجوينت بتبقى هايبريميك وسوولن وادمتس، لكن البولي ارثرايتس بيبقى مايجراتوري او فليتنج. يعني ايه؟ يعني بيبقى زي قرص البراغيث، يعني بيضرب مثلا الني يعمل فيها التهابات، بعد كده يسيبه ويصحى خالص ويروح للهيب جوينت، ويصحى خالص ويروح للالبو جوينت، وهكذا. اهي افكت وان جوينت ذن ريزولفد اند باس تو ذا انذر وان. طيب بيروح على الجلد يعمل سبكوتينس نديولز، كلاكيع على الجسم كده، دايما بتبقى موجوده عند البوني بروميننس. بيعمل على الجسم اريثيميتس مارجينيتم، كلمه اريثيما يعني احمر ومارجين دي يعني حاف، يعني بلاقي حتت حمراء على الجلد وحروفها حمراء قوي. تي نان بيروريتك، يعني ما العيان ما بيهرش فيها خالص وبيبقى لونها احمر، وهي طفح الجلد، بتبقى موجوده على الترانك
والبروكسيمال بارت اوف ذا ايه اكستريميتيز، يعني بتلاقي مثلا على الصدر كده والبطن، بتلاقي على الظهر، على اول الايدين والرجلين، بعيد عن الاطراف يعني. طيب الانتي بوديز دي بتهاجم البيزا الجانجليا في البرين وتعمل حاجه اسمها كوريا. كوريا دي يعني حركات لا اراديه، اهي involuntary useless movement، يعني هو بيتحرك وهو مش مدرك. تمام، ليها اسماء تانية اسمها الكوريا ماينور، سيدنهام كوريا، او سينت فيتاس. تمام. طيب الكوريا دي بتبقى حركات جيركي موفمنت، يعني حركات قوية ولا ارادية وملهاش هدف ولا معنى، يأثر على السير الساك ويعمل بيريتونايتس وبلوريزي، يأثر على الارتريز، يعمل ارترايتس. من الاخر الروماتيك فيفر كان افكت اني part of the body except الليفر. طيب العيانة بقى او الطفل الصغير لما يجي بروماتيك فيفر هلاقي عليه علامات ايه؟ احنا قلنا ان هو بيعض القلب، فلاقي بريكارديا الرب. البريكاردايتس دي يعني التو لايرز بتوع الهارت بيحكوا في بعض كده، فلما احط السماعة اسمع حكة كده اسمها البريكارديا الرب، العيان ده هلاقيه فيفرش وضربات قلبه سريعة اسمها تاكي كارديا، اريزميا يعني كهربة القلب متلخبطة. ممكن لما يحصل ان الصمات تضيق، حمل الدم يزيد على القلب، فيبدا يحصل دايلاتيشن وهايبرتروفي، وممكن القلب ايه يفلير. طيب لما اعمل تحاليل للعيان الطفل الصغير ده اللي عنده روماتيك فيفر، هلاقي عنده ليكوسايتوزيس يعني كرات الدم البيضاء عاليه، هلاقي الاي اس ار سرعه الترسيب عاليه، السيري اكتيف بروتين، دي كلها حاجات نون سبيسيفيك، هلاقي مجموعة انزيمات بتزيد الانتي ستريبتولايسين وتتر والانتي ستريبتولايسين اس تتر والانتي ستريبتوكاينيز علشان الام سي كيو والانتي ستريبتو هايلورونيديز والانتي دي ان ايز، دول كلهم بيزيدوا في عيان الروماتيك فيفر. لما اعمل له رسم قلب هلاقي البي ار انترفال برولونج، هلاقيها وسعت شوية. دي كلينيكال مانيفستيشن، العيان بيجي سخن، ضربات قلبه سريعة، ممكن ألاقي عنده أريزميا يعني لخبطة في كهربة القلب. مع الكرونيك ممكن يحصل له مشاكل مزمنة في القلب. طيب أشخص عيان الروماتيك فيفر إزاي؟ لازم يتوفر معايا شرطين. الشرط الأول إن يكون عنده باست هيستوري أو إيفيدنس أوف ستريبتوكوكال إنفكشن، كان عنده مثلا فرنجايتس أو دونسلايتس من شهر. والموديفايد جونز كريتيريا اللي هي هنا بجمع فيه خمسة ميجور وماينورز كتيرة، فبجمع يا إما اتنين من الميجور وأبقى شخصت كده، أو واحدة ميجور واتنين ماينور. طيب الميجورز دول متجمعين في كلمة جونز اللي هي جوينت، اللي هي البولي ارثرايتس زي ما شرحنا، الاو دي البانكارديتس، الان دي سبكوتينس نيديولز، الاي اريثيما مارجينيتام، الاس سيدنهام كوريا. طيب الماينور زي ارثرالجيا وجع في المفاصل، وفي فرق بين ارثرالجيا وارثرايتس. ارثرايتس يعني هلاقي المفصل هوت وريد وتندر، تمام، لكن ارثرالجيا عباره عن بين بس والعيان سخن، هلاقي الاي اس ار والسي ار بي عاليين، التي ال سي عالي اللي هي كرات الدم البيضاء، والبرولونجد بي ار انترفال. خد بالك يا دكتوره ان الروماتيك فيفر ده بيأثر على اللارج جوينت اكتر من السمول جوينت، علشان لما اجي افرق بينه وبين الروماتويد ارثرايتس. وده سؤال، وات ذا ديفرنس بتوين روماتيك ارثرايتس وروماتويد ارثرايتس؟ طيب الطفل الصغير اللي حصل له روماتيك فيفر ده ايه مصيره؟ لو هو في الاكيوت فيز يعني الهارت افكتد والاكسترا كاردياك تيشو افكتد، ممكن يحصل له ريزولوشن يعني يصحى تماما، ان هو يحصل له ريبيتد اتاكس من الانفلاميشنز اللي بيحصل ده، او ان هو يتحول الى كرونيك. طيب الكرونيك فيز اوف روماتيك فيفر دي ممكن ان القلب خلاص بدأ يبقى معاق، عنده روماتيزم، فالروماتيزم ده يحصل عليه امراض تانية اسمها البكتيريا الاندوكارديتس، هناخدها بالتفصيل ان شاء الله، وممكن القلب يحصل له هارت فيلير. طيب عيان الروماتيك فيفر ده يموت من ايه يا دكاترة؟ يعني اخاف عليه ان هو يموت، ممكن يموت من هارت فيلير او سب اكيوت بكتيريا الاندوكارديتس، او ممكن يحصل فيه امبوليك مانيفستيشن. وده سؤال مهم جدا، احنا اتفقنا ان الروماتيك فيفر بتعمل حاجه اسمها فيجيتيشنز، دي جلطات على الصمام، والجلطات اللي على الصمام دي عمرها ما بتعمل امبولاي، لان هي لازقه وفيرملي ادرنت وكانت بروديوس
ايه؟ امبولاي. طب ازاي يا عم عيان الروماتيك فيفر ده يعمل امبولاس في ثلاث حالات لا رابع لهما في عيان الروماتيك فيفر؟ واحد، المكالمز باتش اللي انا قلتها من شويه دي ممكن يحصل عليها ثرومبس وتنزل وتروح الدم. السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس دي هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. العيان ده قلنا ممكن يحصل فيه لخبطه في ايه؟ كهربه القلب. اللخبطه في كهربه القلب دي يحصل اتريال فايبريليشن، والاتريال فايبريليشن والعيان بتاع الروماتيك فيفر ده ممكن يحصل مايترال استينوزيس، يعني الصمام الميترالي يضيق، فالليفت اتريوم يكبر، ولما يكبر كده يحوش دم، فالدم ده يجلط ويعمل امبولس وممكن تمشي في الجسم، فدي اسمها بول ثرومبس فروم دايليتد ليفت اتريوم في حالات المايترال استينوزيس. تعالوا بقى نلخص المحاضرة دي، ان الروماتيك فيفر دي بتبدأ من الحلق في حالات الفرنجايتس والتونسيلايتس. الطفل ده بتحصل في الاطفال من سن 5 ل 15 سنة، في الفيميل اكتر، وان كان بعض التكست بوكس بيقولوا في الميل زي الفيميل عادي مفيش فرق خالص، بس في الفيميل اكتر علشان هي اوتو اميون ديزيز. طيب الروماتيك فيفر بتاثر على الهارت وبتاثر على الاكسترا كاردياك تيشو، الصوره دي احفظوها جدا. طيب بتاثر على الهارت سواء كانت اكيوت او كرونيك، بتاثر على الاكسترا كاردياك تيشو في حالات الاكيوت بس. طيب الروماتيك فيفر دي بتعمل بولي ارثرايتس في المفاصل، والبولي ارثرايتس دي بتبقى مايجريتوري وبتاثر على اللارج جوينت اكتر. البانكارديتس بتعمل روماتيك بيريكارديتس ومايوكارديتس واندوكارديتس. والروماتيك بيريكارديتس اختصرناه ان هي عباره عن سندوتش زبده وكوبايه لبن، اللي هي البريد اند باتر ابيرنس والميلك سبوتس. والمايوكارديتس عباره عن الاشوف بادز، والاندوكاردايتس عباره عن المكالمز باتشز في الميورال اندوكاردايتس، وعباره عن الفالفولر او الروماتيك فيجيتيشنز. طيب النوديولز دي سبكوتينس نوديولز، قلنا بتبقى موجوده على البوني بروميننس، يعني اطراف العظم الكبيره دي، ودي الاريثيما مارجينيتم بتبقى بالظبط زي الشكل ده، حروفها حاده خالص، ودي نان بروريتيك، ودي السيدنهام كوريا. الخمسه دول اسمهم الميجر كرايتيريا اوف روماتيك فيفر. في ماينور زي الاي اس ار والسي ار بي يبقوا عاليين، العين ده يبقى سخنه، البرولونجد بي ار انترفال، ان يبقى في ارثرالجيا. كده يبقى خلصنا الروماتيك فيفر، ان شاء الله تكونوا فهمتوها وتكون المحاضره مفيده لكم باذن الله. اتمنى لكم ان شاء الله سنه سعيده ان شاء الله، وهي نتابع معاكم على الجروب ان شاء الله وعلى اليوتيوب. سلام عليكم.